18 ممكن توصلنا لطوخ بكل ممنونيه وشكريا. يلا فين انت بمحتاج؟ تسمحوا زقه من فضلكم؟ ايه ايه ده يا شيخ في الافراح. العب احنا في الخدمة. صايد. يا
عليه قوم الوبور وصل. يا عيه لا يا شيخ هنا كاي. يا ولدي انت مالك كده ليه محتاس؟ ياه محتاس الحاج يا ولد، الجماعه طلعوا معرفه. اهلا ازاي امك؟ بلاش اللي اتقدم ورسالة، ما تخلي عندك شوية دم انت اهو. ايه السفالة دي؟ احنا فانا نعرفكم قبل كده. ياه، وطلعنا ما اعرف وندهت عليا باسمي. انا ما كانش قصدي اسمك، انا قصدي شكلك محتاس. عرفتي شكلي ولا عرفتي اسمي؟ كلها محصلة بعضها. ايه معرفة سلامة. الولد كده كتك البلا وانت راجل بالجملة؟ يا باي عليكم. ايه انتوا بهايم؟ لا، احنا فالح ومحتاس. تشرفنا من فالح لمحتاس. يا قلبي لا تحزن. كزاكر معانا. كزاكر تسمح اشوفهم؟ ليه وانت ما شفتش كزاكر قبل كده؟ شوفهم يعني هم فجاه. انا شغلتي اني افتش. فتش كده؟ طب والله العظيم ما تمد يدك في جيب واحد فينا وتفتش، تروح فيك عشرة. عشرة ايه؟ عشرة بلدي. فيا بس انت والله فارق مفتش التزاكر. بس روق دمك امال، ده احنا باين علينا بلديات. انت مش مرحبيه قبلي؟ تعرف مين متغمر؟ متغمر بس مش معقول، ده انت لوحدك يلزمك 400 غمر. انتوا هتوروني التذاكر ولا اسلمكم البوليس؟ بليس عليه ايه يا ابوي؟ الكساكر ايه؟ هات وريني. انما التذاكر دي درجه ثالثه. وماله؟ انا برضو كنت متاكده انهم مش وش درجه اولى. احنا مش وش درجه اولى؟ طبعا لا، ولا حتى جفا سرد اقولي. يا حضرة المفتش ما تتعبش نفسك معاهم، دول باين عليهم مفلسين ولا حلتهمش ولا مالي. ياه، ده احنا معانا فلوس تشتري البابور باللي فيها. ايه مش عاجبك؟ ده انا نشتريه وندفع ثمنه دلوقتي. ولا انا اللي اشترط له ميه احسن منين؟ ايه اتفضل يا عم، ادي فرج التذاكر ولا تزعلش علي. اتفضل. يظهر عليهم انهم لطاف قوي. انا كمان بقول كده من ساعه ما شفته. وحضرتكم بقى منين؟ احنا من الرحوميه قبل. وبعدين هجرنا لفوق. باين عليكم حفظتي. وحضرتكم نازلين مصر تعملوا ايه ان شاء الله؟ مش نازلين، احنا هربانين على مصر. يا ندمتي هربانين ليه؟ عملتوا ايه؟ اصلهم طلبونا في بيت الزوجيه. بيت الزوجيه؟ بالعرب الفصيح عايزين يتجوزونا. هو الجواز يهربوا منه؟ مش كل الجواز. يا ابوي اصل امي عاوزه تجوزني اخت محتاج. طب ومال؟ لا اصلها شبه وتبقي الاصل. قول كده. وانت بقى حكايتك انت راخر شرحه. امي عايزه تجوزني اخته. واخته شبهه كده؟ يا ريت، ده هما الاثنين مولودين في بطن واحده. طب وايه اللي زنقكم على كده؟ ما قلت لك امه يا ست راسها والف تسلك لازم تجوزنا. فالح ابن عمي باع شوية الطين اللي حواليه في البلد، وقلنا ننزل على مصر نشوف لنا حاجة نتاجر فيها ونبعد عن خلقة أمي. طيب طب وليه ده كله؟ قولي لها إنكم مش عايزين تتجوزوا وخلاص. وخلاص؟ يا عيل مش ممكن أقول لها وخلاص، كانت تطخني بالنار. دي كلمتها في البلد زي السيف في الماضي. أمال حضرتكم منين؟ أنتوا ما تعرفوناش؟ لا لازم ما بتقروش جرائد. لا بس بنتفرج على الصناعير. طب ده احنا صورنا معلقه في كل حته، على الحيطان والبيبان وعلى الشبابيك بالخط العريض. المطربه المعروفه كرام والرقاصه العالميه أستك. تحب تسمع؟ ايه اسمع. تحب تشوف؟ ايه اشوف. انا لا
يا
ريحهم. اخلص يا بنت انت. لو للغرام محكمة كنت اشتكي فيها. يا سيدي يا بابا. وايه رايكم في ندمنه؟ حاجة عظيمة خالص. ولا ايه رايك يا اسطى؟ قوي قوي قوي. وده ايه اللي معاك دي؟ دي؟ الخواجة اللي بعد الطقم ده قال ان هو لما اشتراه عطوه العصايه دي معاها، لكن تعرف بقى لازمتها ايه؟ ايه؟ ما خبرش. طب روحوا ناموا بقى عشان ترتاحوا من السفر. يلا يلا. اطلعوا على خير. سلامة. اطلع يا بنتي. اطلع. يا يظهر ان الستات بتحبكوا قوي. ايه؟ لازم معرفة قديمة. ايه من جيمة 7-8 ساعات. يقطعك ظريف، ينيلك خفيف. طوالي. شرحه بس على نحيف. ايه؟ طعم منين بقى؟ من طوخ. اهلا وسهلا. وحضرتكوا بقى ناويين تقعدوا في مصر ولا هترجعوا لطوخ؟ ما احنا برضو لطوخ. على العموم اذا لزمكوا اي خدمة اضربوا لي الجرس وانا اجيلكوا هوا. طب استني من فضلك. استنى ايه؟ اضرب لك الجرس. يحكي عليه. من عناية يا منامي. لا يا روحي، خلي السينما ليوم الحد عشان ده اليوم البكانت بتاعي. اسمع، ما تنساش كمان تكوي الفستان البامبا بركانه، وكمان ما تنساش تدوس على الوسط شويه. اوروفار يا روح. لا ليا غيرك ولا ليا حد، ولا افتكر لك غير كل ود، وعشان بحبك يسعى. ناموا يا بنت. يا اختي ومستعجله ليه؟ ما هم ترهم هيناموا برضه. نامت عليك حيطه. حوطه يما. صعب الهوى قلبي والحلو مشتاق. صعب الهوى صعب. انا مش خابر كبس عليا النوم ليه. وانا ما خبرش مش قادر افتح خشمي ليه. اقول لك شيء، اصبح على خير وانت ما على فعلة. قالي مخمودة واحنا يا مغمضة. لا عينيك مفتحة والأمارة هيوجعوك وحمري زي الدم. حم؟ حمر كيه؟ ايوه حم، ولازم احط لك شيشم فيهم عشان يصبح وراي كيه. لا مش ممكن. مش ممكن كيف؟ لازم احط لك غصب عنك وارفرفهم لك بمنزل محلاوي. ترفرفهم لي؟ ايه. ماشي كلامك، بس على شرط. وشرط؟ نحط لك انا كمان عشان تصبح عينيك رايقة. ايه. وافق.
لك قولي لي انت براسين النوم. سيبيني امال روح اشوفي مين اللي جاي يقلي انا مع الصف. روحي يا شيخه لازم اخواننا البعدة. كوما انت ليبو جاب بيان جرايه بس مساعده للمار يا بصبح وانا بقبح. ها يلزم خدمه اخرى. وديت الفطار للاساتذه لسه دلوقتي هوديه لهم عن اذنك. وما تنسيش تودي لهم فاتوره الحساب فاهمه ولا لا؟ فاهمه طبعا دي حاجة واخدين عليها. وهاتي لي جورنال النهارده. متأسفة يا هاني ما بنستعملوش. يعني ايه؟ يعني هشحت لي الجورنال أي زبون ينفع؟ ينفع بس يلا يلا. طيب طيب يلا. ما تصحي يا بني آدم. قومي نشرب الشاي قبل ما يبرد. هو الفطار جه؟ أيوه جه. جاي يعمل الصبح بدري كده؟ هو إيه بس اللي جاي يعمل إيه؟ ده الفطار المام. المام هو اللي كده. ما أنا بقول من الصبح. الواحد مصارينه اتلوت. ما انا هقوم. وبعدين معاكي بقى. ما انا هقوم. ما تقومي بقى يا شيخه. المطلوب يا هاني. هات مع السلامه. وانت من اهلك. ايه ده يا استاذ؟ بتشوفي اسعار البورصه ولا مشكله ايه؟ يا اختي بلا ميت نينا انا بشوف عناوين الكباريهات اللي هندور فيها على شغل كده. السبت لقى الحد قدامه اتفضلي يا 100%. ربنا يقدرني على خدمتكم. اوعي تنسي معاكي خدمه لمده شهر. يلا بينا خلينا نلبس عشان نشوف مصلحتنا. يا هو كفايه بقى مقاك يعني اديني بدور اللي يدور يتعب. اسمعي يا ست الخبر ده يعلن صاحب كباري الظهور المفتحه بان المحل معد للبيع بجميع لوازمه بسعر متهاوت جدا وعلى من يرغب بالشراء الحضور الى الكباري 19 شارع الالف. لا انت يظهر جرى لعقلك فجأة. احنا بندور على كباريه نشتغل فيه ولا كباريه نشتريه؟ يا عبيطه انت مش فاهمه قصدي. قصدك ايه فهميني؟ صحابك اياهم فالح ومحمود.
مالكيش دعوه، خليك انت زي بتوع مجلس النواب، كل ما اقول لك حاجه تقولي موافقون. موافقون؟ كده برافو. يلا بقى يا محتاس اتلحلح. مديني هتلحلح اهو. يلا بقى يا شيخ عشان نستأجز من الستات قبل ما ننزل. واجب برضه. لا 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 لا، مش ممكن ابدا. عارفه ان مشروع تجاري كويس. فاهمه انه ما يكسبش في الشهر اقل من 500 600 جنيه. لكن ده مش مهم عندي. المهم عندي ان المحل يكون محترم. فاهمة انه يجيب العزب، لكن لازم الاول اتأكد اذا كان محل درجة اولى ولا لا. ان شاء الله. اوربوار. الله، صباح الخير. صباح النور. انتوا نازلين ولا ايه؟ ايه نازلين عشان نكتشف الحاجة الاقتصادية في البلد. عشان نشوف حاجة نتاجر فيها. يا سلام، كل الناس بتدور على التجارة. تشتغل فين وتكسب ازاي؟ تصوروا ما بقالناش يوم واحد بس في مصر وخبر وصلنا ملا كل البلد. مش عايزة كلام يا ابوي. اللي عاوز يشغلنا بالشهر واللي عاوز يشغلنا بالسنة فرقوا دماغنا. ولسه دلوقتي واحد عمال يكلمني على كباري عنده عاوز يبيعه وعمال يغريني انه بيكسب 500 600 جنيه في الشهر. يا ابوي 500 600 جنيه في الشهر؟ اه، ونسي ان اول شرط عندي هو اسمي ومركزي ولازم المحل يكون درجة أولى. يا ستي وما كانش درجة أولى فالح يدفع الفرق. ايه؟ على العموم انا لازم اخد رأي اسد. خلاص خديه. يلا بينا. يلا. مبسوطة يا ستي؟ مش قلت لك نلبس ونخرج اول؟ ليه حصل ايه؟ صاحب كباريه الزهور ضرب لي تليفون دلوقتي. عايز ايه؟ عاوز يبيع لنا الكباريه بأي ثمن. تصوري انه فاهم ان الفلوس عندنا اهم من اسمنا. بيقفلي في وش السكة ده باين عليه راجل مجنون. مجنون اوعى ليه؟ ده الراجل عاوز ينفحكم. تقوموا تقولوا عليه مجنون. صح يا ابوي، يقطي راجل على كاسكت ويقطي المكسح في السكنت. ديناش احنا شعلانه زي دي. على كل حال احنا ما عندناش مال. ان كان عجبكم اشتروا ولا ايه رايك يا اخي؟ انا في كده يا اختي ماليش راي ابدا، دي حاجه حسب مزاجكم. اذا عجبهم ياخدوا. ايه؟ ناخدوا كيف واحنا ما نفهمش في الشغلانه دي واقف؟ ايه؟ صحيح يا اسف، دول ما يفهموش حاجه ابدا في الشغلانه دي. ايه؟ عندي فكرة. ايه رأيك يا كروان لو نشاركهم؟ ده فالح ومحتاج بين عليهم ولاد حلال قوي. ايه ده احنا ولاد حلال جو كويسين ومصفيين حتى شميني. بس يعني. بس يعني ايه ده احنا نعجبكم قوي قوي. استهلي معاهم بقى ويلا نشاركهم. ما اقدرش، مش ممكن، مش ممكن ابدا. مش ممكن ليه بس؟ انت نسيت ان احنا ما جبناش معانا فلوس كفاية؟ طب ومالهم؟ انا معايا فلوس كتير، نشتريها وبعدين نبقى نتحاسب. ولا ما يتحاسبش. يا ندامة ودي تيجي؟ تيجي قوي ما تجيش ليه؟ عشان خاطرنا خليها تيجي. ما اقدرش ابدا. والنبي بقى ما تكسفهمش. الله، زي بعض عشان خاطرك بس يلا بينا نشتري شوية حاجات قبل. يا جماعة أنا بستعجل، المحل بيشتغل زي الفم، ومعرفش ليه كل ما حد يشتريه ما يعمرش فيه أكتر من 6 7 فوق. والمصيبة هنا المدير بتاع المحل دي ذمته كويس قوي. ذمته ما بتخرش الميه وامانته بيضربوا بيها المثل. انا بتهيألي ان المدير بتاعنا ده فيه مخازن الامانه والشرف. يلا مدير، يلا مدير. يا على ما يرام يا جناب المدير. كويس. والشرف والامانه مش شايفين شغلهم كويس مع الموظفين ولا لا لا يا جناب المدير، الشرف والامانه عمرهم ما ساب المستخدمين بتوعنا ابدا. دي اهم حاجه عندي، ما دام الشرف والامانه بخير يبقى الدنيا بخير. واديك عارف مبدئي في الحياه، اقتل قتيل ولا تسرق منديل، ودي نفسك في جنايه ولا تسرق قسايه. انا اتخلقت كده وعشت كده وحموت كده ان شاء الله. بتقول ايه؟ اقضي اقول بعد عمر طويل. متشكر. انا مثلا ليه بعزك وعاملك مدير مرسح وسكرتير الخصوصي؟ عشان امانتك وشرفك واخلاصك ليا ولا لا لا يا جناب المدير. وعلى فكره يا جناب المدير، بمناسبه
كلمه الشرف والامانه باقي لجنابك عندي امانه. امانه ايه؟ باقي حساب النشره بتاعت بيع الكباريه اللي نشرناها في الجرائد 16 مليم وبقيه تذكره الترماي اللي ركبتها. اه صحيح. متشكر. لا مفيش حد جه النهارده عشان يشتري الكباريه. لا يا فندم مفيش حد ابدا، انا من الصبح عمال اشمشم على حد يشتريه مفيش ابدا. انا مش فاهم ليه الاستاذ منير مصمم عاوز يبيع الكباريه. ان جنابك ادرى. ايه؟ انا ادرى؟ قصدك تقول ايه؟ ولا حاجه يا فندم ولا حاجه، انا قصدي يمكن الاستاذ منير قال لك عاوز يبيعه ليه؟ ابدا، كل اللي اعرفه انه سافر اسكندريه وقال لي اعمل نشره في الجرائد لبيع الكباريه، وانت بيلك زبون اتصل بي. الو مين؟ اسكندريه؟ ازيك يا اسكندريه؟ ايوه انا نسيت مين. الله، استاذ منير. اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ عايز الحمد لله افندم. من عناية حاضر. والله هتوحشني يا استاذ منير. في ذمه الفن يا استاذ منير. مع السلامة يا أستاذ منير. خير يا جناب المدير؟ خلاص، الأستاذ منير باع الكباريه لناس من اسكندرية وجايين يستلموه يا النهاردة يا بكرة. طب وماله؟ على خيرة الله، هم هيعرفوا يشغلوه من غيرنا. طب ما أنا عارف، بس كنت بهزك. ودلوقتي بقى لازم نوضب كل حساباتنا عشان نبقى خلصنا. برضه واجب. قولي، عملتوا حساب إيراضي امبارح ولا لأ؟ والله يا جناب المدير نسيت اقول لك ان عامل الشباك كان حسابه متلخبط شويه. متلخبط شويه؟ يا نهار ابو اسود. ازاي؟ المباع امبارح 300 تذكره والمتأيد في البلنطه 370، يبقى في 70 متفرج مش مأيدهم، وكشف الحساب باين ملعوب فيه شويه. ملعوب فيه شويه؟ ده ملعوب فيه كتير. ده انا هلعب في مصري، هلعب في نخاشيشه، هلعب في نفوخه. روح اندهولي اوامك، اوامك النصاب الحرامي ده هيكون هنا. 70 متفرج يا كله يشفوهم. فين الذمه وفين الامانه؟ فين الشرف والضمير؟ اموال الناس تتنهب. يا خرابي. خش يا ابن ابو ايد طويله. عامل شباك يا جناب المدير. دخله حالا وسيبنا على انفراد. امرك يا جناب المدير. ازاي الصحه؟ الله يسلمك يا جناب المدير. يسلمني ازاي؟ هي بقى فيها سلامه؟ 70 متفرج تدخلهم في جيبك؟ هو انت يا اخي مخاوي؟ انت مفصل منطلون والدتين، عندي بديحه مصطني؟ قصدي جنابك ايه؟ انا مش فاهم حاجة. اخرس يا حرامي يا نصاب، وكمان لك عين تتكلم؟ فين الشرف؟ فين الامانة؟ فين الضمير؟ يا جناب المدير انا يعني. انا عارف هي الحكاية فيها حسن نية، لازم وانت بتعمل حساب حصل شوية غلط، مش كده ولا؟ ما انت مظبوط يا جناب المدير، في الحقيقة هي غلطة في الحساب، ويعني ممكن نصلح الكشف. تصلحه مين يا مغاف؟ طول بالك، ده الكشف عال مش عاوز تصليح. أمرك يا جناب المدير. يا أخي لما أنت محتاج لفلوس وحالتك بطالة ومزنوق حبتين، تعال قول لي وأنا أصرف. تشكر يا جناب المدير. لما لعب في عبك الشيطان وفكرت إنك، تعال قول لي وأنا أنصحك. ربنا يخليك يا جناب المدير. لما انت زورت وابدعت وخبطت المبلغ وبلعت، تعال قاسمني وانا قاسمك. انا تحت امرك يا جناب المدير، اتفضل. المره دي عدت، المره التانيه بقى اما تلاقي نفسك غلطت لك غلطه من غلطتك الجامده ديت، يبقى تحاول علي. انصحك نصحتين، اخبط لي منك قرشين ولا الله يطول عمرك يا جناب المدير، الله يخليك يا رب. خد يلا روح شوف شغلك. انت في البلا ايدك طويله. انت
ايه؟ ما تفوتش مره؟ الحق الحق، خلينا ماشيين مع بعضنا بالذمه والامانه. ولا ها خد حاجه ثانيه؟ لغايه دلوقتي ما فيش، لكن ما تخافش اذا ظهر حاجه على ودنه. فتح عينك. طلبات العمد؟ جيب لنا طبق فول مدمس بالزيت الحار. ايوه، وفحلين بصل اخضر. انا متاسف ما عندناش الحاجات دي يا فندم. امال عندك ايه؟ انا اقول لحضرتك، عندي سكالوب بانيه، ناتير، كوكا فان، شاتو بريان. يا عوق كده احنا عاوزين حاجه تتاكل كده. حاضر. وانت هتسرح هنيه بس. Thank you.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا، احنا النهارده زرنا النبي، يظهر حضرتكم اول مره تشرفوا هنا. ايه احنا جايين علشان نشتري الخماره دي. ايه تشتروا الخماره دي؟ لا مش عاجبني ازاي، ده حتى صاحب المحل حبيب الروح بالروح، بس هو منزلش النهاردة لانه تعبان شوية وراقد في البيت. طب والعمل ايه؟ العمل نروح له البيت. نروح البيت كده. يلا بينا. اتفضل اتفضل. ايه الحكاية؟ الجماعة اتأخروا قوي، انا خايفة اكون جرى لهم حاجة في البيت. كان لازم نروح معاهم عشان نطمن. نروح معاهم ليه؟ هما مش رجاله؟ رجاله؟ لا يا اختي العاب، حد عارف هما فين دلوقتي وبيعملوا ايه؟ يا محيح يا محيح يا حبيبي اتفضل قهوه. لسه ضمحك في صحتك. ايه في صحتك؟ ادي ادي جميع. هيقول لك اشرب فوق صحتك مش في خشمه. يا نشرب كيف؟ اعمل لك ده مليح. اعطيني كمان بصحتي. وبيتعذرونا كل يوم عشان نفرفش. من عيني يا فندم. فندم يحيى بس مش فندم. امال اسمه ايه؟ اسمه فالح. يا على اذنكم هي واحده. ايه كله تمام قوي بقوم طينة عال. وانا كمان فهمت انور من اسم الاستاذ منير. برافو عليك. اعطيني بصحتك كمان. ايه الطحمة قوي يا ابوي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. زمة لولا معزتهم عندي انا ما كنتش تعبت كده مع الاستاذ منير. وهو الاستاذ منير يلاقي ناس طيبين زي دول؟ يا تعيش تعيش تعيش. امال فين الاستاذ؟ جاي حالا بس بيمضي العقد وبيختمه. دي مساله ذمه وامانه. وادي الاستاذ منير. اهلا وسهلا. فرصه سعيده قوي. سعيده مباركه. العود يا استاذ توفيق. اتفضل امضي. هي لا ملوش عازه. مش تخليهم يقولوا عاد اولا يا استاذ توفيق؟ هم وش كده؟ دول ناس متعلمين. متعلمين؟ ده احنا متعلمين قوي الفوق الفوق الفوق. يا سلام. اتعلمتوا لحد فين كده؟ اتعلمنا لغايه بعيد بعيد قوي، لغايه العين والغين، ونعرف نحط فوقيهم كسره وتحتيهم فتحه، ونعرف نحط لهم قطره. ونعرف صور الممثلين في الجرنان. لا حاجه عظيمه تمام. مش بقول لك يا استاذ منير. لا بصراحة انت مراتي خدمتيني صحيح بخدمتك بناس طيبين دول. تعيش تعيش تعيش. يا ابوي عطول اللي عطول اللي طويلي مالك. هذه 50 50 دين، 3 5 مليون، 4 8 مليون.
ادخل. يا جناب المدير، الجماعه اللي اشتروا المخيل اللي عايزين يقابلوا حضرتك. خليهم يا انترو. اتفضلوا. منصور يا مدير. اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. صباحك بالخير يا مدير. انا الاستاذ منير اتصل بيا بالتليفون ووصاني عليكم. يعيش. انا حضرت كمان كل الاوراق والدسوهات بتاعه المحل عشان اعرضها عليك. ايه عرضت؟ ادي كشوفات الموظفين والعمال وخلافه. خلافه ده هيشتغل عندكم ايه؟ خلافه يعني باقي الموظفين وما اشبه. واشبه دي لازمته ايه؟ بلاش ما اشبه، ده نرفاده. وادي كشف بتوع المزيكا والرقصات. رقصات يعني الغوازي يا ولدي يا فالح. ايه. عزيمه عزيمه. وعلى بديع عزيمه بديع خديه. يا حبيبي حدي حديه. وعلى بديع خديه بديع خديه. يخرس انت. ولدي يا فالح. ايه. هتيجي على العيله هتقول لك انا عزيزي بدي انك تعزيزي. لو تخلي قدمتي خلي اليخرى تجي. اسمع اللي حاجه عجيبه كانت عريسي بيها عارف جيده. وانا حدا ديت خليها. نعم المدير. يا عيون الاداره كلها، هم بنات الرجاسين دلوقتي موجودين هنا في الصاله بيتمرنوا بيحملوا بروفا. بروفتي عربي من فضلك. بروفا يعني بيتمرنوا مع البروجرام. بروجرام ايه انت هتعجدها ليه؟ خليها بروفا احسن. خليها بروفا احسن. إيه اسمع دي ايه؟ وعلى قديه لما هو يجي لك وهيقول لك انا بروفا يا بوب بروفا يا جديد. لا أم ده شم ده شرم ده شم ده شرية وانا قلبي بلسنا العني دي. لما هقول كده دي ما تكتب السر دي. ما انا عندي عليا بتخليني. يا مدير. يا عيون الإدارة تاني مرة. ما يعني لابد من كل بد البروفة دي لابد. لابد ومن كل بد جدا. ودلوقتي بقى تيجي تتفرجهم على بروفة الاستعراض اللي من تأليفي وتلحيني وإخراجي وغناية. حكمان علي حتة دين استعراض. حكمان فنان مش مدير وبس. اتفضلوا بقى وياي. اتفضل. يلا يا بنت وريه. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. جاتك نيلة مش كده؟ بس بنت شو هي شوف انا ازاي هعمل. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. اتفضلوا استريحوا. ها جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. كله تمام؟ كله تمام. فين امال مهندس المناظر؟ ما جاش. ما جاش ازاي؟ هاتهم من تحت الارض، بلغوا النيابه، انا عاوز الرسم دلوقتي بتاع السكتش. اهو موجود يا استاذ. ما تقولي كده من الصبح فورت دمي. شوفوا بقى دلوقتي ده رسم منظر في مدرسه. حط ايدك هنا يا بنت كده شويه. ايوه كده. تخت 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 تخت، وهنا تخت 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 تخت، وهنا سبوره، وانا هبقى واقف في الحته دي. انا معلم وابني معلم، اسمع لي اللي عايز تتعلم، يموت المعلم ولا يتعلم. انا معلم وابني معلم، انا في الشرف والذمة اموت وفي الامانة ماليش تاني. انا حر واذكر يوم مظبوط واللي في قلبي على لساني. انا كده من دغري يا معلم حقاني ودغري يا معلم. انا كده من دغري يا معلم حقاني ودغري يا معلم. على ذلك لو اخش مسابقة مع اي شطار له متسابقة، اكسبه بذمة وامانة وانقفشه انا اجيب له ضمانة وانور عقله المتبلم. انا معلم ابني معلم، انا معلم لو كنت عايز تحيا سعيد اعمل وسوي ولا تخليش، بس بعيد عن مد الايد اصل الحرام يا ابني ما يغنيش. وبدي الناس يا معلم عمره ما يغلاش يا معلم. وبدي الناس يا معلم عمره ما يغلاش يا معلم. اوصيكوا والايام توصيك، ما
تمديش لي الهيفة دي ولا تعشى غير بدر جميل ولا تسرق غير حمل التيل وفي شرفك يوم اوعى تسلم انا معلم ابن معلم انا معلم ابن معلم ان شاء الله تكونوا كده انشرحت انشرحنا قوي برافو عليك يا طارق ده انت مدريه في حالها انتوا لسه شفتوا حاجه طب ده انا لما اندمج ببقى حاجه ايه حاجه طبعا اذنك بقى اما اجيب كروان واشتك عشان نعمله الغرابه بنشوف عليك بقى وعليكم البنجور ورحمه الله وبركاته يلا بينا محتاج محتاج وراك لا دول لي يا مدير يا عيون المدير هتفكر الليله دي هتبقى زين وده عايزه كلام ده هتبقى فورمه تتصور وين هيخليه يتصور بلاش هو تصور انت بقى لما احمل الدعايه اصل الدعايه ديت ليها تاثير كبير على الشغل مستنيه ما تعمل خلي التاثير يطلع على الشغل يشغله انا عامل ترتيب جميع متصورين الصحف والمجلات هيكونوا موجودين الليله دي يا سلام عليك مدير فصيح ادي المديريه ولا بلاش حاجه تصور الخاطر قوي قوي كمل يا اقدر اكمل انتوا لسه شفتوا حاجه بس على فكره بعد الحفله ان شاء الله تشرفوني في قلب المكتب عشان نتحاسب عشان كل واحد منكم ياخد حقه الراجل اصلا ما يحبش اللجات استعجل ليه الدار امان ما لسه بدري علي ام كلثوم وهي هتكون نتحاسب بكره او بعد بكره او بعد بعده الا كده انا راجل ذمتي ضيقه وما احبش ابيت فيها مليل لحد يا سلام عزبة من نيلون زماني يا بعيني
على دول يا واد على دول مليون جنيه على دول على دول اه هيعملوا ايه على دول على دول مليون جنيه على دول على دول اه هيعملوا ايه على دول على دول على دول على دول يا واد على دول التحريات والتحقيقات اللي عملتها بصفتي كبيرة الرحمية غربي ان فالح ومحتاس موجودين في مصر السفر لافهم عليهم غوازي بلفوهم وسرقوهم وكلفتوهم ويخربوا بيت ابوهم ويخوف في كل الخوف لا يتجوزوهم ونقبضوا عليهم كيف يما نروح لهم الخمارة اللي اشتروه يا سلام على تكتيكك يما تكتيكك يعني ايه يعني فصحتك يما فصحتك يعني ايه يعني نبهتك يما نبهتك يعني ايه يعني شطرتك يما شطرتك يعني ايه يعني تكتيكك يما ايه عم تقولي كده من الصبح دلوقتي تستعدوا للصفر
عودي على الله في فالح ومحتاس ومحتاس وفالح، واللي لا منه فالح ولا منه محتاس ولا منه محتاس ولا منه فالح. طيبون. هما مش ناويين يقلعوا الملابس دي؟ قصد الكبيرة حلف يمين بالطلاق ما يقلعوهم إلا لما يتجوزوا. يا ابنتاه أمه، احنا دلوقتي نازلين على مصر مخبرينك. لا خابر، نازلين وهقول لكم ثلاث نصايح. الأولى يا أمه، الأولى حصبوا من رجالة مصر وشجاوتهم، والثانية يا أمه، والثانية أوعي يغركم منظرهم وكلامهم، والثالثة يا أمه، والثالثة أوعوا تنظروا لحد بنظركم. الأولى أوعوا من رجالة مصر وشقاوتهم لا يبلفوكم بل، والتانية أوعوا يغركم بمنظرهم وكلامهم لا يلفوكم لا، والتالتة أوعوا تنظروا لحد بنظركم لا يهفوكم هف. سمعا وطاعة يا أمه. والسلام على من اتبع الهدى. لا إله إلا الله. الله، إيه عايز إيه؟ انت ايه؟ انت بلاحة ما بتسبحش؟ احنا مش عاوزين مناكفة، انت ناوي تديني حقي ولا ها؟ اتفضل خد، روح فارقني بقى الحساب بلاوي وزمانهم جايين. يلا واجب. يا حلاوتك يا مدير خلاف وما اشبه. اهلا وسهلا، ده احنا ليلتنا نجم. شوف بقى يا سيدي، دلوقتي احنا عندنا مكسب صافي بعد خصم اجور الموظفين والعمال و و و و الى اخره. يا اخي ده لازمته ايه؟ بلاش نرفده. رفدته؟ رفدناه. مريح، يبقى احنا نصيبنا كام؟ يبقى نصيبنا يا سيدي 40 جنيه. مريح، قبضني ال 40 قبض، والله وضحت لنا من غير معاد، يدك يا ابوي يدك. ايوه بس طول بالك. ما تقولش اطلب من جديه وعايزه يطول ليه؟ الحسبة وحسبناها والفلوس معاك، ناولني يا ابوي. اصل في حاجة لسه ما عملناش حساب. حساب ايه تاني؟ ايوه في حاجتنا. بقى شوف يا سيدي. ايه؟ بقى احنا عملنا تأمين للمحل. تأمين يعني ايه؟ ما تعرفش تأمين يعني ايه؟ لا. انا اقول لك. افرض انك انت ماشي في أمانة الله 24 قيراط. ولاجل القاضي سقط منك قيراط قيراطين. ألمهم. ما قدرتش تلمهم. اختل توازنك. بصيت لقيت نفسك تحت ترماية معبط في اتوبيس بست عجلات، يعني بالعربي كده تلاقي نفسك رحت تشربت مية مجانا، ويبقى اللي ما يشتري يتفرج عليك. لكن اذا كنت بقى مأمن على نفسك يا حلو، الشركة هتدفع لك تعويض. تعويض يعني ايه؟ يعني دية. دية يعني ايه؟ يعني فدية. فدية يعني ايه؟ يعني تعويض. مليح، ما كنت تقول كده من الاول. امال انا كنت بقول ايه من الصبح يا بق؟ بق بقيه. يا بقلاوه. ايه مليح. طب قلنا البني ادم هيدوسوا باجور ولا كفوري، لكن المحل اللي زي ده هيدوسوا ايه عشان نعمل عليه تامين؟ حاجات اخطر من كده كتير. ايه هو؟ طوفان؟ لا 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 لا، دي حاجه افظع من كده بكتير خالص. التامين ضد العين. ضد العين؟ ايوه العين. محل زي ده بيكسب كويس والحمد لله، نسيبه كده من غير تأمين، لما يجي واحد يروح واخده عين يروح منزله الارض. بلاش، انت حر، خليه من غير تأمين. لا هو انت يخلصك يا مدير. لا نحلف. انا في عرضك. عرضك يعني ايه؟ يعني بطولك. بطولك يعني ايه؟ يعني اتوسل اليك. واتوسل اليك يعني؟ يعني في عرضك. الله، ما كنت تقول كده من بدري. ما انا هقول يا جاب. جا ايه؟ يا جامد. ونشكر. طب ده في مديرين غيري بيأمنوا ضد العين والأذن والأنف والحنجرة كمان، غير شنب بسهل معاكم عشان انتوا لسه جداد في المهنة. باين عليك ابن عصر. متشكر. نهايته قيمة التأمين الشهري 60 جنيه، وانتوا لكم عندي 40 جنيه، يبقى لي عندكم 20 جنيه. ناولهم لي 40 من 60 يبقى باقي 20. yeah. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ تدفعوا لي 20 جنيه. عشان ايه؟ ياه
يا بني ادم مش الحب ده كان ب 40 جنيه طيب حاضر حضرتك عايزه مين؟ متفالح ومحتاج. اصحاب المحل نقول لهم مين يا فندم؟ قول لهم كبيرة الرحمية غرب. حاضر. خليكم معانا يا خل. قول لهم كبيرة الرحمية غرب بل. اهو كنت. يا بني ادم افهمني. فاهمك فاهمك. فاهم ايه؟ من الحفلة كسبت 40 جنيه. ايه؟ والتأمين هيتكلف 60 جنيه. ايه؟ 40 من 60 يتبقى 20 جنيه تدهم عشان ايه؟ عشان يا بني ادم مش الحبه كانت ب 40 جنيه ادخل عشان ايه؟ ايه طمني يا محتاس عملتوا ايه وحصل ايه؟ طمني يا مدير الحفله مش كسبت 40 جنيه ايه سامع يا فالح وقيمة التأمين 60 جنيه ايه واخد بالك يا فالح واربعين من ستين يبقى بقى 20 جنيه ياه عد يا فالح يبقى غلط تدفعوا ال 20 جنيه ندفع عشان ايه؟ عشان ايه؟ انا فاهمك تعالي الحفله مش كسبت 40 جنيه ياه وقيمة التأمين 60 جنيه ياه ادخل التراخر عشان ايه؟ يا حظة المدير الفنجري بيقول في واحدة ست برة شكلها زي الرجالة بتسأل على فالح ومحتاس واسمها كبيرة الرحمية غربي أمي مرات عمي روح نفطير سوق بينا يا محتاس والعشرين جنيه عشان ايه عشان خاطر أمك يا ايه
يمين وشمال. ما سايبش حد. يا ترى الكونياك احلى ولا النبيت احلى؟ قلت لي ده ورني جوه نافوخ احلى. وطي صوتك الله يخرب بيتك. ده اللي جاي يقلي راحتنا على اخر الليل. فهم ده لازم عاشق من عشاق الليل جاي يسرق قلوب الساكنات الفاتنات. طب لما انا حدق كده بيقولوا علي عبيط ليه؟ انا لازم اوقفه عند حد. السلام عليكم. لولا سلامك كلب كلامك لكلت لحمك قبل عدامك. امك اسمها الشبهان. وحياة من طيني من غير ميعاد وحفظ ودي من غير وداد. لخبطك سفيات ده اقسمك نصين يصرحوك بمشترك. وحياة من خلى البراندي كونياك وعمل من الفسيخ شربات. ان ما سكتش لخلي وشك زي افاك. ابوك الثقة بقى. صحيح انا ابويا مات لكن ما كانش ثقة يا حرامي القلوب. حرامي يعني ايه؟ يعني لص. لص يعني ايه؟ يعني كلفت. كلفت يعني ايه؟ يعني حرام. انا حرامي؟ لم لسانك واحفظ ادبك والزم حدودك واحفظ كيانك بالتي هي احسن. طب وان ما احسنتش هتعمل ايه؟ هدب ظابط حبابي عينيك وافتح كرشك وخلي دمك سايح حولي. ليه؟ هو انت ابونا الغول؟ لا انا المرحوم عبد الرحيم ده سفير الرحيميه ده. انت كذاب. كذاب ايه؟ لان ماركتك المسجله مش وياك الغفره. واخدين عدد فلوس السن يخليك يصلى الشهر. ايه الحكايه يا فاهم؟ جيت في وقتك. استلميه بقى وشوفي لك معاه تصريف. ايه الحكايه يا حضرت؟ عايز ايه؟ انا مش حاضر. امال حضرات؟ لا. امال اقول لك ايه؟ سيداتي انساتي؟ برضه لا. يا اختي عايزني اقول لك يا معلم. معلم كيف؟ اصل باين عليك متعلم. متعلم بيه؟ بسنه بس. عجبك؟ هو انت فيك حاجه غيره؟ فيه. شوقتيني للمرحوم. تحب تشرب شاي؟ ما بحبوش. اعمل لك فنجان قهوه؟ ما بستطعموش. اجيب لك مغاد؟ ما بهضموش. امال تحب ايه؟ احب قوله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وحسوه في عين اللي ما يصلي على النبي يا خلق. الف صلاه على الحبيب. ما هنا يا جرسونه. يعني ايه؟ جرسونه؟ جرسونه ده ايه؟ انا فهمت شامبر. شامبر يعني ايه؟ يعني وصيف. وصيفه ليه؟ يوم شغلتي كده. شغلتك كده ليه؟ عشان باخد معايا. استخدمها هي ليه؟ عشان اكل. وتاكلي ليه؟ عشان اعيش. وتعيشي ليه؟ عشان اكل. بليه نخش في الموضوع. هو كل ده وكنت لسه ما دخلتش؟ هخش اهو. بقى بعد البحث والتنجيم وطلب البخور والتعزيم عرفت ان ولدي فالح وابن عمه محتاج ضمن النزلاء عندكم هنا صح؟ الاثنين اللي منفوخ ولابد يرجع الطول. اهم نايمين في الاوضه دي. مليح مساحتها قد ايه؟ 3 متر في 4. فيها كم شباك؟ شباك واحد. بحري ولا جبلي؟ ينفع على الوشين. تحب تشوف؟ ماليش فيه. طب ايه لزوم الاسئله دي كلها؟ مين علمي بالشيء ولا الجهل به؟ نهايته. تحب اصححهم لك؟ لا جاي لهم بكره قبل طلوع الشمس. يو طب مش تقعد شويه نتسايل؟ ما بتسايل. اولع لك سيجاره؟ لا ما بخان. اجيب لك نشوف؟ ما بستجرأ.
تتدبر ازاي يا كبيره؟ تتدبر ازاي يا كبيره؟ تتدبر ازاي؟ تدبل لله يا كبيره، تدبل لله يا كبيره، تدبل لله يا كبيره. قوم يا فالح، قوم يا محتاج، قوموا وافهموني فهم، قوموا واسمعوني سمع، وعلى رأي اللي قال خذوا الحكمة من أفواه المتوفيين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا خر مين؟ على المتوفي إلى رحمة الله عبد الرحيم بيه كبير الرحمية قبلي سابقا. هم الحرس فين يا بوي؟ في جنات النعيم يا ولدا. وين اللي جابك دلوقتي يا بوي؟ أعمالكم المشينة وأفعالكم المخزية. شوف يا ولدا، هقول لكم كلمتين ينفعوكم، وإلا هتبرأ منكم براءة الديب من دم ابن يعقوب. معقول؟ قول. بقى أنا توفيت قبلكم، واللي يتوفى قبلك بساعة يعرف عنك بيوم، ولا بد كل واحد حيجي له يوم. معلوم؟ نعم. وحساب الآخرة عسير، ويا ويل اللي ياخد كتابه بيسراه. مفهوم؟ وطاعة الوالدين فرض، حتى ولو كانوا جاهلين. مضبوط؟ مضبوط. يبقى خليط، لازم تسمعوا كلام حرمتي وخليفتي كبيرة الرحمية غربي. مسموع؟ مو. والفلوس اللي بعتوا بيها الصيان راحت وين؟ تجرنا بيها في الحلال يا بوي. وايه نوع التجارة؟ اشترينا بيها كبارية. ايه؟ اشتريت ايه؟ اماه! اماه يا ابن القطط منك، لوه 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 لوه. مش انت طول عمرك تحب المكسب يا اماه؟ ايه؟ وطول عمرك تزن على دماغنا عشان نتاجر يا اماه؟ ايه؟ خليه خلاص ايه؟ الكبارية هيكسب كنا شهر 500 600 جنيه يا اماه. وفي الشتاء بيزيد المحصول يا اماه. وحياة تربة المأسوف على شباب كبير الرحمية قبلي. إن ما طوعتوني لطوحكم طه. نطوع. المحصول اقبض لحد ما لم ثمن الطين اول باول. باول. ولازم البنات تتجوزوا. نتجوز. ولا بد بكره بعد العشاء ينكتب الكتاب. ينكتب. ويا ويل اني خلفني ولا قد اعثر من امر. زار. العايدات. وادي صور متعلقه في رقبتي.
عاوزين يجوزهم لنا. يا ساتر يا رب، ومين جابهم لكم؟ والدتنا طفت علينا زي هم الموت، وعزقتهم في رقبتنا، وكانت لابد تتجوزوهم، والا يبقى البقاء لله وحده. خليط، ما عادش لنا عيش، لازم نموت عن اذنكم بقى عشان نلحق ننتحر. يا سلام، عايزين تموتوا نفسكم عشان كده بس؟ بس كيف؟ ما انت شايفه شكلهم. معلش يا محتاس، نام والصباح رباح. مش ممكن يكون رباح، ده هيكون نواح. ده احنا لو عشنا للصباح هيتهاكم علينا بالجواز مؤبد مع الاشغال الشاقه كمان. ما تخافوش، انا هخلصكم الجوازه دي. هتعملي ايه؟ هروح يا ستي الصبح للمدير واقول له. بس يا بصيت لقيت البنات من الفجر جايين لي في البنسيون وعمالين يتحايلوا عليا عشان اسيب لهم فالح ومحتاس، فاكرين بنحبهم؟ قال يعني لمونا البلد قرفانه. حاجه غريبه، صحيح ان البنتين اتفت لهم بلاد، وكمان فالح ومحتاس اتفت لهم دول بحالهم، ومش قادر افهم ايه السر ان البنتين متشعلقين فيهم. انا اقول لك السر، بقى جد البنات عارف انهم من الصعب انهم يتجوزوا، علشان يعني كده زي ما انتوا عارفين يعني منظرهم مش ولا بد. عارفين يا اختي عارفين. علشان يمشي حالهم كتب لكل واحدة 100 فدان تاخدهم يوم ما تتجوز. 100 فدان؟ ايوه، ده معاهم ورقة مكتوبة بكده وانا شفتها بعيني. مش ممكن. مش ممكن ليه بس؟ عشان لو كان ده صحيح كان 1000 واحد اتجوزهم، دول 100 فدان مش لاح. اصلي في سر تاني. ايه تاني؟ ان مهر الواحدة لازم يكون 1000 جنيه عشان يضمن جوازهم على حب. مش طمعانين في اراضينا. اما مغفل صحيح، وده معقول حد يحبهم؟ ده شكلهم ولا شيته، مش كده ولا هو كده هو كده. ده مش مهم، المهم ان انا جايه لكم عشان تخلصونا منهم، يتجوزوهم فالح ومحتاس، يتشوفوا لهم اي طريق. انا مين؟ ال 100 فدان قال من اجوى الارض. 100 فدان من اجوى الارض، يا سلام. طب ما هو كمان فيهم واحده 100 انطار من اوحش خل. ايه رايك تخش في البيعه دي ولا والله اللي تشوفه يا جناب المدير. اللي اشوفه انا؟ نخش، المبلغ وموجود، احنا تعبانين في حاجه كافه. مبروك يا جناب المدير. مبروك يا سكرتير العظيم. ايه بقى رايكم؟ قد انتوا بقيتوا نسخه منهم. يلا بقى زي ما فهمتكم بالظبط. يلا يلا. خد يا شيخ، والله الواحد هيستحي. يلا احنا نستك على اخر الزمن نعمل ايه كده؟ ده انا خجلان يا شيخ. وجع ساعه ولا كل ساعه. يلا 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 يلا. استني بقى انت هنا عبال ما اراقب الباب لحسن امهم تطب عليهم. طيب بس بديني اشاره. يلا اهلا 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 بالجمال المجسم. اتفضلوا يا ميت لطافه على الخفه اللي بالسينا مسكوب. طلبات السياده بقى احنا جايين لكم النهارده عشان خدمه بسيطه. احنا تحت امركم، مش كده ولا؟ ودي عايزه كلام؟ ده نبيع شبابي علشان راحتكم. بقى انتوا عارفين ان شرف البنت زي لعلبه الكبريت. طبعا عارفين. وعارفين ان ما يولعش الا مره واحده. ومين عارف، ويمكن ما يولعش خالص. لا يولع. على العموم عندي الجواز، تكرم البنيه او تهاجم. احنا عاوزينكم تحلوا وتربطهم وتريحوا قلوبنا المشعلله، وترحموا دموعنا السايحه النايحه، وتخلوا فالح ومحتاس يتنيلوا ويتجوزون. يا سلام، حد يتبطر على خالق زيكم؟ رئة وخفة وجمال ولا ها؟ وده عايزة ايه؟ دول تروح. ده انتوا مش تستاهلوا 1000 جنيه وبس، ده انتوا تستاهلوا 1000 الوانزة. يا سلام عليك انت يا انتار الغرام. انا لازم اتزوجك. يا شاكي وعي. وانا هتأهل بيك انت يا غصن على الارض مايل. ايه؟ وحق من عملك مدير من غير مناسبة. ما تجيب سيرة الكبيرة ان احنا جينا هنا احسن تقتلني. ما تخافيش، هلف على خبركم مبروك. يا سلام على الخفة والدلاش. انا متهيألة دلوقتي انك انت ماشية كده في وسط الزفة بتتمخطري، والمعازيم ماشيين ورا منك بيزفوكي ويقولولك من ده بكرة بقرشين. يا عين اموت في الكندوم.
يا حلاوه بوقك الزغنطط ده اللي عاوز له ضرفتين شيش يا قهوه سكر زياده. لسه طفحاها. انت مش بتاعه عيش الارياف، انت لازم تتحط في بدرين، تتعلقي في دكان جزار. اتحشر، احنا من عيله محافظه على التجاليد. انا ورا التقاليد دي لحد ما اجيب قرارها، يا اما تجيبني هي الارض. ايه ما حبش البلف، انت عاوز تخش في حبي ولا ايه؟ انا مستعد اخش ببقك كمان. انت معموله فين؟ في الرحمية. إيه؟ انا اموت في السكه الزراعيه، احب النواشف. انا احب العجاج، انا ميت صباب. انت مشافينك فين؟ حن عليا، ما تبقيش قاسيه. انا بكلم ايه؟ حجر؟ طوب؟ انت ايه؟ رصيف؟ يا ستي وفري على نفسك الدخول والخروج. وهم راحوا وين دلوقتي؟ راحوا يشتروا بغبغان، يعني كروان. بقول ايه؟ يعني كروان يا ويكا، كروان. اديني بوشة، ده انا زي ابوك. ما تتحشم بقى يا امال. ما انا متحشم اهو. طب اعتقني دلوقتي لحسن زمان امي جاي. ما اقدرش اعتقك، قلبي مش مطوعني. ايه يا اخي بقى يا شيخ، ايه ورحمه اللي لسه عجمتولك بقى تحملني. ما اقدرش احملك ابدا يا اخي، طوعني والله يا امي صعب خالص. انا بعدك تقتلني وتقتلكم. انا اموت في سبيل حبك، انا اروح ضحيه غرامك. انا انت ايه؟ قلت لهم احسن سامعه صوتها. انا عايشه. والجمال. يا ارض احفظي ما عليكي، احنا حظنا نور قوي، احنا كنا لسه بنفكر نشوفك ازاي، نقابلك فين، مش كده يا امين افندي ولا ها؟ ايوه صحيح. يا سلام، بقينا نقول يا ترى، يا هل ترى، لحد ما جرالنا اللي جرى. جرى ايه؟ ده انا بقيت ميت في جلدي. ده الراجل كان مكلبش فيا الله يخرب بيته. اقول لك الحق، انا كنت يا دوب عارفه نفسي وافتكرت ان انا بقيت طبينا بقى عشان نشوف ايه اللي تم، لان فاضل نمره اتنين. يا بيره بقى انت معروف عنك انك مثال الطيبه والرحمه. ايه دي حاجه باينه زي الزرع في الارض الطيباء. وطبعا انت جربت الحب وقلبك انكوى بناره الحمراء. ايه دي حاجه مشهوره اكتر من حب قيس لليلى. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ يبقى خلاص وافقتي. وافقتي على ايه؟ على اللي لسه هنطلبه منك، واحنا مستعدين لكل طلباتك. يعني احنا بصراحه من غير لا لف ولا دوران، احنا طالبين القرب منك. القرب مناني؟ في مين؟ في البنات. امال فيكي؟ ومن جهه المهر مستعدين ندفع لك لكل واحده 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ المهدى الحامل السلام عليكم. وعليكم ألف سلام مربع جد في وقتك وزرق. على جاي اكتب لهم الكتاب بالشمع الأحمر. مبروك يا جناب المدير. ألف مبروك يا مستشار المدير. من فضلك فين مكتب المدير؟ هو ده. المدير موجود من فضلكم؟ بيتجوز. بيتجوز؟ إزاي؟ انت شريكه. لا انا اللي اشتريت الكباريه وجاي استلمه. قول لي انت شكلك كده ولا عبيط؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ اوعى شويه خليه يخش له. ايه ده يا استاذ؟ عايز تخش له فين؟ انت عايز توصل لي الشغل ولا ايه؟ تسمحوا لي اتفاهم معاه؟ خدنا اتفاهم معانا كمان. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انت نصاب. اخلص 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 يا ام جميل. اسم العريس نمره واحد، محسوبك نزيه ابو ضمير الحقاني. ماذا اسمع؟ والباين عليهم الموظفين فرحانين جايين يهنوني. هنسلكوا بقى لما اصرفوا. ايه الزيطه والزمبليطه دي؟ مش تخلي الواحد يعرف يتجوز. انت المدير؟ لا. امال انت ايه؟ انا المدير العمومي. انا احمد سليمان اللي اشتريت الكباريه من الاستاذ منير. يا راجل لا، انا ما انت اتجننت يا بني ادم، ما توديش نفسك في ده. بقول لكم انا صاحب الكباريه. يا حبيبي لا ده انت عاوز الصرايه الصفرا، ما ادري هم تبقوا ايه، طراطير ولا شعرفني. بقول لك انا اللي اشتريت الكباريه وادي عقد المبيعه. وريني مشروع الطرق والنصب والاحتيال الجديد. الله مظبوط، هو اللي اشترى الكباريه. عدولي
امشي يا اتفضل خد العقد. ايه الكلام الفارغ ده؟ اولا دي مش عمدة الاستاذ منير. مش عمدته يعني ايه؟ يعني انتوا نصابين ومحتلين. ايه؟ هتقول ايه؟ اقول ايه؟ ده انا هوديكوا بده. ده انا هوديكوا بنصيبة. مش كفاية بقى لكم شهر دلوقتي قاعدين تسفوا في اراضي المحل. يا دي الخيبة التقيلة. لكن ازاي تسلمهم المحل من غير ما تتأكد ان هم اللي اشتروه؟ اصل المسألة فيها سوء تفاهم. الاستاذ منير اتصل بيا من اسكندرية بالتليفون وقال لي انه باع الكباريه. فلما جوني البلوتين دول هم افتكرتهم ان هم اللي اشتروا الكباريه. طب ولما انت اللي اشتريته ايه اللي غيبك المده دي كلها؟ كان حصل لي حادثه وانا جاي في سكه الصحراء وطول المده دي وانا في المستشفى فاقد النطق. يا خلق دفعنا الفلوس لمنير افندي نفسه. وشكله ايه يعني منير افندي ده؟ شكله افندي. ما انا عارف ان افندي احنا قابلته في حته. جماعه اصحابه جابلونا ليلتها وهم اللي ودونا عنده في البيع. يا بيت تبقوا وقعتوا في ايدين جماعه حراميه. على العموم انت المسؤول قدامي شخصيا عن المده اللي استغلوا فيها المحل. انت تخلي بالك منهم لحد ما اروح اجيب لهم البوليس حالا دلوقتي. ليه بوليس؟ تعالوا ورايا لحد هو ما يجيب البوليس اكون اتممت سعادتي الزوجيه. يا جماعه هنتكلموا فيها. خلي بالك يا جماعه. مبسوطه يا ستي؟ ادي فالح ومحتاج بتوعك اللي كنت حتميلي باخد البنات معاهم. اهم طلعوا تراتير. كيف؟ كيف انت كل حاجه كيف كيف كيف؟ انت باين عليك خرمانه. بالعربي جماعه نصابين بعولهم الكباريه كده في الاونطه وهو البوليس جاي يقبض عليهم. ورحمه ابويا الكبير ترحمينا من البهدله دي يا امي. البهدله انتوا اللي جبتوها الروح. والثمن لازم تدفعوه والحق لازم تقبلوه. وفي مثل اللي قبل نقلوه اللي يخرج من داره يتقلب قداره. طيبون سيبك منهم بلاش نضيع وقت. خلينا نلحق نتجوز علشان نبعت لجد المزمزلات نفرحوا بجوازهم. ايه جدهم مات من قبل ما يشوفهم ولا يفرح بيهم. ما فضلش غير ابن جدهم الصغير وراخر طفشان. ازاي الكلام ده؟ امال مين بقى لحديهم المتين فدان؟ متين فدان؟ متين فدان بتوع ايه؟ مش كل بنت لما تتجوز هتاخد 100 فدان؟ اكتب على الله حرام. البنات انضف من شوارع مصر السفلى بعد نص الليل. يا دي الواقعه المهببه. عشان ايه؟ عشان انضحك علينا وطار القرشين من ايدينا، نصب واحتيال العمر كله. العمر كله، العمر نصه، مال الحرام عمره ما ينفع. يا ريت ما ينفعش وبس، ده كمان كان هيجيب لنا بلاوي. يا ست المهر اهو عندك واحنا ما احناش عايزين الجوازه دي، ايه رايك؟ وخلصي فالح ومحتاس من البهدله وخليهم يتجوزوا البنات. تبقى البلوى قسمناها اتنين. احنا عوضنا على الله بفلوسنا وهم عوضهم على الله بشبابه. ما رايكم ده ما فضلكم؟ عزيزي وعزيزي وعزيزي عبيدك وعلى ما لعزيزي وعزيزي قال والله ما حد بدنا كتيبك وعلى ما لعزيزي وعزيزي يعني مية مية. الجواز من نصبكم انتم يا مزور. شوف شغلك شوف اهم يا شويش. ما مرات عناء. استنى يا شويش. يا حضرة اللي استغل المحل طول مدة غيابك انا وحضرة المدير. احنا اللي سرقناك والدفاتر موجودة تثبت كل حاجة. ازاي الكلام ده؟ يا حضرة ما تصدقوش، ده راجل مجنون ما طوش في عقله. ده انت اللي مجنون. السجن على الاقل يزول، لكن دول ما يزولوش ابدا. كده ولا ها؟ انت طول الفيلم قاعد تقول لي ما خربت بيت الله يخرب بيتك. يا حضرة المسألة فيها سوء تفاهم، احنا اللي على البوليس وهم اللي على المأذون. السجن الزقام ولا الجواز من ولاد اللئام؟ يلا بينا يا اخويا علومان. اتفضل. يلا يا شويش. حضرة امرنا الى الله. أمّا السماح. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. على العين. اللي من نصيبك لازم يصيبك.